أكثر من 3000 سنة، والمصري القديم محافظ على لغته، كان بيستخدم الرموز اللي قدامه والحاجات الموجودة في الطبيعة عشان يعبر منها عن أصواته. اللغة المصرية القديمة هي عبارة عن اختزال لرموز كتير وأصوات كتير. وهي دي اللغة اللي فتحت لنا أبواب من الحضارة والتاريخ العظيم. وحكوا بيها تاريخهم وعرفونا من خلالها معنى العدل والحب والتسامح. وعشان نعرفهم أكتر هنتعلم سوا لغتنا القديمة. لغتنا القديمة مع هدى عبد العزيز، الخميس 8:00 مساء على قناة مصر الأولى.